السؤال بيقول إذا المرأة كانت مرضعة أو حامل ولم تصم ولم تقضي حتى أتت رمضان الآخر، قلنا يا أخوانا الراجح في الحامل والمرضع لو أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها عليها الإطعام فقط، عليها الإطعام فقط. وهذه رواية عن من؟ ابن عباس وابي هريرة وابن عمر ومن؟ وإسحاق من الفقهاء، ونصر هذه نصرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهذا الصحيح إنه عليها فقط إخواننا الإطعام، فقط عليها الإطعام. وحتى لو مر عليها رمضان اللي بعده ليس عليها سوى الإطعام. ما نصيحتكم للذين يحضرون المسلسلات وبرامج أغاني وأغاني في رمضان؟ ديل صاموا عن الحلال وأفطروا عن الحرام. يا أخي الإنسان يصوم عن ما أحل الله له من الأكل والشرب وده حلال في غير رمضان، وبعد ذلك يمشي يقعد قدام مسلسلات يعاين في ناس يكذبوا والإسماء متبرجات وأغاني وموسيقى وكل هذه من المحرمات. الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله عز وجل، ويعرف إنه الغرض من الصيام والحكمة من الصيام التقوى. الحكمة من الصيام التقوى ما هو جوع وعطش. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكيف الإنسان يحقق التقوى بالمسلسلات ويعاين للفواحش ونسوان متبرجات وأغاني؟ هذا يا أخواننا من الحرام. ما حكم التهجد في جماعة في الجامع؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ التهجد يا أخواننا الناس تحرص إنه ما يكون بصورة جماعتين منفصلتين. كون الناس يزيدوا عن 11 ركعة أو 13 ركعة ما في بأس في الزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ما في بأس في الزيادة. ولكن كون الناس يجتمعوا ويقيفوا وتاني يجتمعوا مرة أخرى، هذه الصورة ما عهدت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس لو جعلوها مثلا بيناتهم فترة راحة وتكون هي صلاة واحدة، يصلوا ويرتاحوا شوية يتعشوا يقوموا يصلوا تاني، فيكون كده أفضل ويكون جمع بين النصوص. هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة إلى آخره، هل هذا يحمل على الفطر والغداء؟ أي نعم، العشاء ده ما مقصود به فقط بس وجبة العشاء، مقصود به الوجبة يعني أيا كانت الوجبة. إذا كانت الوجبة قريبة من صلاة الظهر أو صلاة عصر أو صلاة مغرب أو غيرها من الصلوات، فالإنسان يقدم الوجبة، لكن بشرط أن يكون في حاجة إلى الطعام. لو كان أنت مثلا الطعام ده زيادة خير ساي، ولا أكلت الوجبة لكن جايبين لك التحلية، وأنت شبعت خلاص، أنت ما في شهوة للطعام ولا نفسك متعلقة به، لكن دار تحلي بمزاجك ولا دار تشرب القهوة، في الحالة دي خلي القهوة في حل امشي صلي وتعال راجع عليها. لكن لو نفسك متعلقة بالطعام انتظر، وهذا في حال وضع الطعام. لكن ما ممكن تكون المرأة يا دوب خدت الحلة في النار والصلاة قاموها تقول ايوه الحديث هنرقد لحد ما يجي الأكل، والأكل لسه لمن يوضع الأكل، لمن يوضع. لكن لو كان الأكل لسه ما جاهز امشي صلي وتعال. طيب، هل التراويح تتبع لقيام الليل؟ ده جاوبنا عنه. ما العلة في حديث أنس عندما أفطر مقيما وهو ناويا السفر وقوله أنه سنة؟ العلة في حديث أنس رضي الله عنه أنه يتبع السنة، هذه العلة. عشان كده لما سأل محمد بن كعب قال له: ما هذا يا أنس؟ قال: أرغبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنة. ففعل أنس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل تصح عبارة اللهم إني صائم؟ الواردة في الحديث فليقل إني صائم،
والإنسان يتغيد بالحديث أفضل. الواردة إني صائم، ده لما نزول شاكلك في المواصلات ولا في الشارع تقول إني صائم. ويستحب العلماء قالوا أن يجهر بها، تقول عجيب إني صائم. طيب إذا كان الإنسان يسكن البطانة ومكان العمل في الخرطوم، هل يعتبر على سفر؟ من مع العلم أن الأولاد في البطانة، إذا كان أولاده في البطانة وهو بيجي هنا للعمل فقط ويرجع، فإن نوى الإقامة باعتبار أنه مقيم هنا لعمله، إن نوى الإقامة باعتبار مقيم إلى عمله، فيبقى هو حكمه حكم المقيم. أما إن لم ينوي الإقامة وهو مسافر، بيجي بس بيقضي عمله بيرجع، لم ينوي الإقامة إنما هو مسافر، فده له أحكام المسافر، له أحكام المسافر. طيب قال كنت أدرس في دولة في الصين، رمضان السابق حصل خلاف حول ثبوت شهر رمضان بسبب الضباب لم نره، والمدينة التي نقيم بها يوجد مسجد واحد يعمل ويعمل بتقويم الدولة، علما بأن الدولة غير مسلمة، حتى قرر جزء منا الصوم مع الجالية العربية الموجودة هناك، وكان صومهم بعد الرؤية ولكن مع المملكة العربية السعودية، وأنا صمت بعد يوم مع إمام المدينة، هل صيامي صحيح؟ يا أخوانا اختلاف المطالع بين الصين والسودان الفرق كم من الزمن؟ أظن 4 ساعات مش كده ولا 3 5 ساعات، فليس هناك اختلاف في المطالع. أيوة ما في اختلاف في المطالع بين البلاد الإسلامية هنا في الجزيرة العربية أو في شمال أفريقيا وكذا، ما في اختلاف في المطالع، 5 ساعات أو 4 ساعات ما تعد اختلاف في المطالع، فالناس هناك في الهند أو في الصين يصوموا مع الناس المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرها من بلاد المسلمين القريبة. والإنسان إذا كان عنده يوم أفطره يقضي اليوم، يقضي. ما حكم من قبلها زوجها في نهار رمضان وخرج منها مني، أي أنزلت وهي صائمة، فإذا كان الذي نزل هو المني المعروف فالمرأة تمني كالرجل، ولا حياء في العلم، المرأة تمني كالرجل، فإذا كان الذي خرج هو المني فعليها قضاء هذا اليوم، إذا خرج مني عليها قضاء هذا اليوم. أما إذا خرج المذي وهو اللي بيخرج بعد فترة ويخرج بصورة بطيئة وهو سائل أقرب إلى الماء، فده ما بيبطل الصيام ويومه صحيح. أما إذا خرج المني وهو الدافق، الماء الدافق، فإذا خرج من المرأة والرجل الواجب عليه قضاء هذا اليوم. الصلاة في 15 شعبان بين المغرب والعشاء، 15 شعبان ما ثبت في فضله إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع عباده إلا لمشرك أو مشاحن، هذا الحديث واللي في معناه ده اللي ثبت، ربنا بيغفر من غير عمل خاص، ما في عمل خاص ليلة 15 شعبان، انت لو صادفت الليلة دي موحد ماك مشرك بالله سبحانه وتعالى انت ربحت، ولك مشاحن، المشاحنة معروفة، والشرك بمظاهره كلها، ذول ما بيعبد قبر ولا بيحلف بها سيادة القبور ولا بنده غير الله، ولا يا شيخ فلان ويا فلان تلحقنا، ولا ابو يا الشيخ بيعلم الغيب، ولا رابط له حجاب ولا تميمة في يده، ولا اي مظهر من مزايا الشرك. الناس اللي بيمشوا ويكتبوا يكتبوا الاوراق، يقول لك فلان ده اقدر نربطه ونكتبه، يمشي يعملوا عمل لفلان، الدائره تزوجوها تعمل عمل، والما دايره الراجل تعمل له عمل تطيره، اشتغلوا شغل زي ده الحريم خاصه واكثر عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سحر او سحر له او تطير او تطير له
او تكهن او تكهن له. الزول بيتكهن، اللي بيدعي علم الغيب، اللي بيتعامل بالنجوم، اللي بيتعامل بالرمل، ده كله وقع في الشرك. وست الودع وكله ده وقع في الشرك. 15 شعبان مرقت منه سايب، بيربح فيها الموحد ربحان، نائم في سريرك لا غايم الليل ولا اي حاجه، نائم، صليت العشاء ونمت، ربنا بيغفر لك من غير اي عمل خاص. وما تكون مشاحن، مشاكل ده عندك مشكله مع ذاك، ومنبز ده، ومقاطع ود عمك، وواحد مقاطع امه مقاطعه بلا شوف جنس ده، زول مسكين ذات تقاطع امك ها، ودار تربح في الدنيا دي كيف؟ خليك في الاخره، في الدنيا دي ما بتربح. ما تكون مشاحن ولا تكون مشرك انت ربحت في ليله 15 شعبان. اما غير كده الناس اللي مش يعملوا فيها صلاه خاصه او صيام خاص او كذا، ده كله ما من السنه. طيب ما حكم ما الحكم الجازم على من تعمد الفطر في نهار رمضان؟ لو افطر باكل ولا شرب ده الواجب عليه التوبه، اول حاجه التوبه، لانه ده ارتكب ذنب عظيم. لو صام الدهر ما اجزى عنه، تمشي تشيل لك كوز مويه وتشرب في نهار رمضان من غير عذر ولا ناسي ولا جاهل ولا شيء، متعمد، ده لو صام الدهر ما اجزى عنه، وما يجزي عنه الا التوبه، وبعد ذاك يقضي يومه ده. اما الكفاره المغلظه فدي يتقدم معانا الكلام فيها يا اخواننا، انه دي خاصه بالجماع، ان افطر بالجماع. اما افطر بغير الجماع واجب عليه قضاء اليوم، ولو متعمد عليه التوبه، عليه التوبه. اما الكفاره المغلظه صيام شهرين متابعين وكذا، دي في الجماع فقط، في الجماع، على قول الامام الشافعي واحمد، مر معانا الكلام. طيب هل يمكن الاختصار في الصلاه بعد وصولي الى المنطقه، او القصر في الصلاه بعد وصولي الى المنطقه التي اريد القصر، قصر السفر؟ ما فهمت المقصود، لكن الحكم يا اخوان، الانسان ما دام هو مسافر، انت ماشي من هنا مثلا لعمل في الابيض، عملك ده بيستغرق اسبوع اسبوعين شهر، وانت مستقر هنا واولادك هنا واستقرارك في الخرطوم او في غيرها، انت سافرت في حالك انت في الطريق، ولا نزلت قاعد هناك ايام، ولا جاي راجع، كله انت اسمك مسافر، في الطريق قعدت جيت راجع، ده كله انت في حال السفر. تكسر الصلاه لابد من القصر، القصر ما رخصه، القصر عزيمه لابد منه. اما الجمع بين الصلوات يكون للحاجه، دار تجمع بين صلاتين تكون انت محتاج للجمع، مثلا انت ماشي في الشارع دار تركب الباص، اجمع بين الصلاتين مع بعض عشان ما تنزل كل مره، او نزلت هناك ونزلت متعب جدا راكب لك باص 10 ساعات، تجمع بين المغرب والعشاء في صلاة المغرب، تجمع بيناتهم وتمشي تنوم طوالي، وهكذا. فالجمع للحاجة، والقصر عزيمة لا بد منه، والإفطار رخصة، الإفطار رخصة. الجماعة والجمعة للمسافر، الجماعة واجبة على المسافر، في ناس بيقول لك الجماعة ما واجبة عليه، الجماعة واجبة على المسافر. لكن لو كنت جماعة، انتوا ذاتكم جماعة، فالشيخ ابن باز يقول الافضل تصلوا براكم، الامام يكون منكم، ليه؟ لتحقيق القصر، لانه لو صليتوا مع الامام، امام البلد، لابد تتم الصلاه. لاحظ انت قاصر، لكن صليت ورا امام شنو؟ متم، مقيم، تتم الصلاه معه. طيب انا اقصر بيتين، لو كنت منفرد ولا امام؟ عشان كده انتوا لو مسافرين جماعه صلوا براكم في البيت، صلوا براكم. اما لو انت لحالك براك، لابد تمشي جماعه المسلمين وتصلي معاهم. اما الجمعه فغير واجبه على المسافر، غير واجبه عليه الجمعه. ولكن لو كان في البلد ومستقر، هو مستقر، يصلي مع جماعه المسلمين، صلي معاهم الجماعه. ولكن
لو انتوا في حالة السفر ولا كلكم مسافرين زي الناس اللي بيقعدوا مثلا في الذهب. تعالي رجعنا لموضوع الذهب، لأنه ده مثال لناس كلهم مسافرين، ما في مقيم هناك، كلهم باعتبارهم مسافرين. فاللي قاعدين هناك ده ليس عليهم جمعة، ما عليهم، بل كثير من أهل العلم قالوا لو صلوها لما صحت صلاته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سافر فتح مكة وفي خيبر، سافر النبي صلى الله عليه وسلم وما أقام الجمعة في السفر، ما أقام الجمعة أصلا. طيب المرأة الحامل ما الأولى بتاء التأنيث؟ الحاملة، لا لا، المرأة تسمى حامل ما حاملة، ده من ناحية اللغة، لأنه قالوا هذا لا هذا من الجموع التي لا يشترك فيها الرجل والمرأة. في رجل حامل، في رجل بيحمل، عشان كده لا يقال التأنيث المربوطة في الجموع التي لا يشترك فيها الرجال مع النساء، بنقول امرأة عجوز ورجل عجوز، وتقول زوجي للمؤنثة، زوجي ما معروفة هي حتكون زوجك دي راجل، زوجك حيجي يقول لك زوجك دي انت قاصد بياته الراجل ولا المرأة، ما معروف. فلهذا ما كان معروفا لا يؤنث بتاء التأنيث، فالمرأة يقال الحامل لأنه معروف ده، والحائض وهكذا. امرأة تسأل عن قضاء رمضان، كانت نفساء ولم تقضي أيام النفاس، دي أخوانا يلحق حكمها باللي ذكرنا قبل، الإطعام فقط عليها الإطعام، لأنه النفساء هي مرضع حتى جاء رمضان الثالث بسبب الرضاعة والتكاسل منها. التكاسل تستغفر منه وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والواجب عليها إنها تطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام كيلو ونص من الدقيق، كيلو ونص من الدقيق تطعم عن كل يوم، تجمعها مع بعض كلها، وما يشترط عدد المساكين زي ما قلنا أمس، الكيلو ونص دي تشوف أيامها كم، ثلاثة شهور تضرب الثلاثة شهور في واحد ونص وتجمعها كلها وتلم الدقيق بتاعها، تدي لي واحد لنفرين لثلاثة حسب حاجة المساكين. شخص عنده عقدة في عقيدة، ولا عقدة عقيدة مكتوبة عقدة في قبة، ويعتقد أن الشيخ بيلحقه، هل يصوم رمضان؟ ده يتوب أول حاجة من عقيدته دي قبل ما يصوم رمضان، لأن العقيدة هي الركن الأول من أركان الإسلام، والصوم هو الركن الرابع والخامس، فما ممكن زول نمرة واحد ما جابه ماشي لنمرة ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ها؟ داري يقوم بكم في العربية؟ ما بتقدر تقوم بخمسة صح؟ لابد بواحد بعدين اثنين، عشان كده مش العقيدة، العقيدة دي نمرة واحد. الزول لو ما بيصلي ليس له صيام، ما بيصلي ما عنده صيام، فكيف بالزول ما عنده عقيدة؟ عقيدتك خربانة، بتعتقد في غير الله، ينفعك يضرك بيلحقك بينفخك في الشدايد بيعمل لك، عقيدتك زي دي راجع عقيدتك أول بعدين صوم، بعدين صلي وبعدك صوم، لأنه لو ما في صلاة برضو صيام ما في. طيب هل المعلق للتمائم والتولة ما يصح صيامه؟ صحيح، ده السؤال القبال ذاته. كيف تكون التهنئة برمضان وجزاكم الله خير؟ نعم يجوز التهنئة برمضان يا أخواننا، كما قال ابن رجب في لطائف المعارف، يجوز التهنئة برمضان وتقول رمضان مبارك، رمضان مبارك. الناس بيقولوا رمضان كريم، وما صحيح رمضان كريم، لأنه رمضان ما بيتكرم، هو بيتكرم، إنما رمضان ربنا جعل فيه البركة، شكلها تقول رمضان مبارك، وهذه التهنئة برمضان، ولا شيء في التهنئة، ما فيها مشكلة. طيب لماذا يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ الله أعلم بالعلة، ما أدري لماذا يكره، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراده، لأنه عيد للمسلمين، الله أعلم، أنا ما وقفت على شيء منه. ما حكم من أفطر يوما من رمضان متعمدا، وكيف القضاء والكفارة؟ ده جاوبنا عنه.
متى يبدأ صيام ستة من شوال؟ يبدأ صيام ستة من شوال بعد يوم العيد، لأنه ستة من شوال ما في تشريق في أيام شنو؟ رمضان، عيد رمضان ما فيه تشريق، ما في أيام تشريق في عيد رمضان. فأنت أفطر يوم العيد، لأنه فطر يوم العيد واجب، وحرام صيام يوم العيد. دار تبدأ طوالي ما في باستا إلى نهاية رمضان، ممكن تفرقها وممكن تجمعها مع بعض، كله بجوز. هل العسيلات سفر؟ لا، العسيلات ما سفر، عسيلات دي هذه جوا الخرطوم، من هنا تلت ساعة ولا بالكثير ها نص ساعة بكبري صوب، هذا بتحصل. العسيلات ما سفر. هل عيد الفطر وأيام التشريق ثلاثة؟ أيام التشريق ثلاثة بعد عيد الأضحى، ما عيد الفطر. ما حكم الرجل الذي له مرض الضغط ولا يقدر أن يطعم، ليس له شيء من المال الذي يطعم به، أفيدونا أثابكم الله؟ أولا أنا ما أدري هل مرض الضغط هو من الأمراض المانعة للصوم، أنا ما أدري، الله أعلم، ممكن يسأل منه الأطباء. لكن لو كان مانعا، والإنسان كما يقال طبيب نفسه، إذا كان يشعر إنه الصيام بيزيد عليه المرض ولا بيتعبه، فيفطر، ولو ما كان عنده شيء ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا ولا تكلفنا أو لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فمعفو عنه. وأي حكم شرعي يا أخواننا مربوط بالاستطاعة، أي حكم شرعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي حكم شرعي مربوط بالاستطاعة، كما عنده ربنا يعفو عنه. إذا كان الإنسان أفطر قبل زمن طويل وهو لا يعلم عدد الأيام التي أفطر فيها، فماذا يفعل؟ يتحرى بغلبة الظن ويصوم، يعني يتحرى ويتذكر كم الأيام من ناحية غلبة الظن، وبعد ذلك لو أخطأ يعفو الله عنه إن شاء الله تعالى. قال يا شيخ إني أحبك في الله، أحبك الله، هل يجوز ذبح الأضحية في اليوم الرابع من أيام العيد؟ نعم يجوز ذبح الأضحية في اليوم الأول اللي هو يوم العيد، ويوم التشريق اللي هو ثانية العيد، ويوم التشريق الثاني اللي هو ثالثة العيد، ويوم التشريق الثالث اللي هو رابعة العيد، لحد غروب الشمس، لحد غروب الشمس. فلو غربت الشمس خرجت أيام التشريق، وبعد ذاك تكون دي كرامة ساي، دي ما أضحية. من صام في يوم عيد الفطر هل يقبل صيامه صيام الشهر أم هذا يوم العيد لا يقبل؟ من صام يوم العيد يا أخواننا إما صاموا لجهل وهو ما يدري أنه يوم العيد، صاموا لجهل ما يدري أنه يوم العيد، فهذا لا شيء عليه. أما لو صام يوم العيد متعمد فهذا ارتكب إثما كبيرا وخالف إجماع المسلمين. وعشان كده يا أخواننا لا بد من محاربة العادة اللي قلنا عن بعض القبائل وبعض الطرق اللي بيعملوها، إنه بيخصصوا يوم خاص بهم، يقول لك ناس الشيخ بتاع الطريقة ما صام لسه. يا ناس البلد أعلنت الحكومة الصيام والبلد كلها صائمة، كيف هو يكون مفطر ويفطر جماعته اللي معاه؟ هو طبعا داك بيعملها عشان يتأكد من ولاء الحيران بتاع إنه ثابتين على الولاء بتاعهم ولا ما ثابتين. أي زول صام معاه معناه ده ثابت، والما صام معناه ده يترخرخ في عقيدته، كويس؟ فده غلط، والواجب على الحاكم إنه يعذرهم، لأنه صوم يوم تصومون، تصوم مع الدولة، مع البلد كلها، أنت بتصوم معاهم. طيب، قول الشيخ العثيمين أن صيام النافلة المتعلق بالفريضة يجب تبييت النية، ما فهمت النافلة المتعلق بالفريضة. في صيام النافلة نويت الصيام بالليل ولكن لم أتذكره إلا الصباح بعد الفطور، هل أصوم أم أتركه؟ الصحيح تواصل صيامك، يعني زول نوى صيام نافلة، نوى صيام نافلة من بالليل، وبعد ذلك الصباح ما تذكر لما انفطر تب تمام، يمكن يكون شرب القهوة، وبعد ذاك تذكر انه هو اصلا ناوي الصيام من بالليل، فده يكمل صيامه، خلافا ل
المالكية والأحناف، فعند الشافعية وعند الحنابلة يكمل صيامه. حديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هل هذا الحديث صحيح؟ الله أعلم، ما وقفت عليه. هل زمن الدعاء مع الفطر أم بعد الإفطار؟ زمن الدعاء مع الفطر، أول ما أنت أفطرت تناولت البلحة ولا الموية، بعد ذلك أنت تقول الدعاء. ما هي الكفارة؟ الكفارة هي يا إخواننا بتكون في الجماع، الإفطار بالجماع. والكفارة على الترتيب، إما عتق رقبة، ده الأول، ما قدرت تعتق رقبة تنتقل للثانية صيام شهرين متابعين، ما قدرت تصوم شهرين متابعين تنتقل للثالثة إطعام 60 مسكينا، وتنتقل بالترتيب، وهذا على الراجح من قولي العلماء. الصيام في الأماكن الصعبة كصيام مدينة بورسودان، منهم من يموت في ثلاجات الموز. يا اخوانا الناس لو وصلوا لهذه المرحلة، لو وصلوا لهذه المرحلة فهم في حالة ضرورة، في حالة ضرورة. وإما أن يرحلوا في وقت رمضان يصوموا في مكان بارد، أو أن يصوموا أن يفطروا في ذلك الوقت ويصوموا في أيام الشتاء الباردة. ولكن لم يفرض الله سبحانه وتعالى على العباد ما يهلكهم به، هذا هلاك. كيف الزول في شدة حر زي ده يمشي أجل له ثلاجة موز زي ما بقولوا إن صحت الروايات، يعني يأجل ثلاجة موز يخش جوا عشان يصوم؟ ربنا ما أمر بكلام زي ده، لم يأمر الله بهذا إطلاقا، وهذا هلاك. لأنه أنت من حر زي ده دخلت ثلاجة موز حتموت. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالإنسان ما يقتل نفسه، إذا كان ما يستطيع الصيام من بدري يجهز يمشي يشوف مدينة تانية يصوم فيها، ما استطاع هذا أيضا فيفطر ويصوم في الأيام الباردة. ما حكم الذي يسب الدين في نهار رمضان؟ العياذ بالله، لو سب الدين في غير نهار رمضان ما عنده رمضان ولا عنده صلاة ولا عنده شيء. الذي يسب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان اللي بيستهزأ بالدين أو بشيء من شعائر الدين، أو الناس اللي بيصنعوا النكات استخفافا برمضان استخفافا بالعيد، واحد يجيب لك نكتة في الخروف وما عارف نكتة في رمضان ونكتة في أيام كده، يعني زول بيستهزأ بشيء من شعائر الدين، أو يستهزأ بالصلاة، أو يستهزأ بأحكام الإسلام، هذا يرتد يا أخواننا، هذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فكيف يسب الدين وهو صايم؟ وصايم كيف ذاته ده؟ صايم كيف ذاته يسب الدين؟ أي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الشباب يا أخواننا، الشباب يحتاج إلى توعية وتربية، يحتاج إلى تربية وقوامة في البيوت. ما ممكن أنت تخلي الولد يعلم الألفاظ اللي هو دايرة وتكلم بالطريقة اللي هو دايرة، ده ولدك وأنت مسؤول عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تخلي ولدك كيف يمشي يقعد مع أولاد ساقطين في أخلاقهم وفي سلوكياتهم ومنحرفين، وتشتري له تلفون يحضر منه الإساءات والمناظر السيئة، وبعد ده كله انت تجي وعامل فيها ولدك خلاص ما شاء الله طبيب، ولدك شنو انت؟ ده ولد فاسد، وده عالى وربنا يسألك عنه يوم القيامة، ربنا يسألك عنه. فقوم الولد، كيف تخلي يسب الدين؟ تضربه، تعاقبه، ما تسمع الأساليب بتاعت العلمانيين وأساليب بتاع أعداء الدين والناس المنبهرين بالحضارات الغربية، يقول لك الولد ما تعاقبه خليهم الأولاد بمزاجه. تخلي كيف؟ كيف تخليه إنشاء على أسلوب سلوك سيء؟ سب الدين في أبسط الأمور، عاقبه، عاقبه وخلي وأسجره وأدبه عشان في النهاية ينشأ على نشأة صحيحة. طيب ما حكم الظهار الكفارة المغلظة؟ الظهار كون الرجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يحرمها عليه. فالظهار كفارته هي الكفارة المغلظة ذكرناها قبل ذاتها.
حكم الذي يلطخ العربات بدماء الذبيحه دي طبعا الناس بيعملوها لما نزل يشتري له سياره جديده يقوم طوال يطبح له كرامه ولو كانت الكرامه شكرا لله على السياره الجديده ولا البيت ما فيها مشكله تطبح شكرا لله تعزم الجيران والاهل وصحبانك ياكلوا ما في مشكله لكن كون تكون الذبيحه عشان تشيل من الدم وتلطخ الدم في العربيه ولا في البيت ده تقرب للجن ربنا قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بيزيدك خوف زياده بيزيدك زوبعه وعدم امن وضياع فده من الاستعانة بالجن والتعامل مع الجن وده كفر بالله سبحانه وتعالى زول يعمل حسابه جدا منه بل فيه منكر آخر وهو الدم الدم المسفوح ده من أنجس الدماء من أنجس الدماء الدم المسفوح وده اللي بيطلع مع ذبيحة البهيمة لما يذبحوها الدم اللي بيمرق ده الزول ما يهبش بيده ده نجس الدم جواها بعدين اللي بيمشي مع اللحم ده ما فيه حاجه. اما الدم المسفوح ده من انجس الدماء. عشان كده تخليه يطلع بعيد وتجر البهيمه منه. عشان ما يصيب الدم ده. وفي بعض الناس الواحد لما يطبخ بيقوم بيعصر راس البهيمه على رقبتها عشان الدم ده ما يطلع. يقول لك بعدين بخلي اللحم سمح. الناس عندهم عاده دي من عادات اليهود. البهيمه اول ما ذبحتها فكها خلاها تفرفر. اولا فيه سنه انه تخليها تاخذ راحتها الاحسان الى الذبيحه ده من السنه واثنين خلي الدم الفاسد يطلع لكن ما تمسك راسه طيب اما حكم الذي يحضر الاخبار علما بان المقدمه فتاه متبرجه لو بيغض بصره منها ويسمع الاخبار سائل يسمعها لكن لو بيعاين فيها ما يعاين ما بجوز ما حكم من احتلم في نهار رمضان لا شيء عليه زون نايم في نهار رمضان غيلولة واحتلم لا شيء عليه كمل صيامه عادي وبس الواجب عليه يقوم يغتسل عشان يحصل الصلاة يغتسل والمني ده ذاته لو بقى قاعد في ملابسه ما نجس وأصله بني آدم وأصله الأنبياء والرسل ما ممكن يكون نجس فليس بنجس لو بقى قاعد في هدومه ينظفه من باب بس النظافة والنقاء لكن هو ما نجس بس يغتسل عشان يحصل الصلاة. ما حكم من يسهر أظن يسهر وينام إلى غروب الشمس ثم يقوم إلى الفطر يسهر يعني الصباح ونوم نومة واحدة والله دي مشكلة كبيرة يا إخوان دي مشكلة كبيرة جدا دي مشكلة كبيرة جدا لأنه ده ضيع الصلوات متعمد أضاع الصلوات متعمد فلو هو تعمد إنه يضيع الصلوات عن وقتها فلا صلاة له ده لو جاء بعدين جماعة الجمع بتاعه ده نسميه جمع شنو؟ جمع سهر؟ جمع كوستينا؟ الجمع ده جمع شنو ذاته؟ لأنه ده حيجي يجمع صلاة شنو؟ الصبح والظهر والعصر وده لو قلت لأي واحد من الفقهاء الإسلام كلهم بيقول لك ده ما لاقانا أنا ذاته ما في جمع صلوات زي ده إطلاقا وهذا من الغلط الكبير وده تهاون بالصلاة وحرصه على الصيام ما معناه يتهاون بالصلاة الصلاة قبل الصيام الصلاة قبل الصيام يا أخواننا وعلى هذا ده لو داير ينوم يصلي الصبح ينوم يصحى صلاة الظهر الصوم داير أكثر من كده شنو يعني داير ينوم أكثر من كده كيف يصحى صلاة الظهر يمشي يصلي الظهر يجي ينوم ثاني يصلي العصر ينوم ثاني الصوم لو ما في حلل وإلا هو أصلا الغلط في السهر الكثير ده ليه ذاته السهر أخي أنت نوم عادي وبالليل خلي عندك ركعات صليها بالليل ونوم بدري بعد ذاك نهار رمضان ده نوم الغيلولة ما في مشكلة خليك الصباح يمشي عملك انت ده ما بيشتغلوا ولا شنو الشباب ديلهم ما عندهم شغلة لا شغل لا قراية لا ايش
امس شغلك اشتغل الفترة الصباحية لحد 11 12، تعال راجع صلي الظهر امشي نوم لحد العصر، يكون جسمك اتقوى ونشطة. بعد ذاك صلي العصر اقرأ قرآن، اذكر الله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قول الأذكار، تعبد لحد ما تجي صلاة المغرب، افطر، بعد ذاك تجهز للتراويح، بعد ذاك تعال نوم. ما في بأس. نكتفي يا اخواننا كده. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، واشكر ايضا واخيرا لجنة المسجد وشباب الحي واعمامنا واهلنا كلهم على حسن الاستماع وتهيئة لهذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا مجالسنا دي في صحائف اعمالنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.